مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ويا مرحبا فيكم مره ثانيه. جد لقانا معاكم من خلال شاشه قناه الاي تي في، نتواصل معاكم ومع مشاركاتكم، والاخوان يتواصلون ويانا، وكثير من الناس اللي يعني تعطينا بعض الاقتراحات. شكرا لكل من يتواصل ويانا بعد البرنامج، سواء على خطوطنا الرئيسيه، الزملاء والاعلاميين والمسؤولين، مشكورين، يعطيكم العافيه. وانا سعيد جدا بهذا التواصل، وشكرا لكل من يتواصل على خط الواتساب ويعطينا بعض الاقتراحات او عند بعض التذمر من بعض الامور. احنا دائما نقول ان نطرح المواضيع والحل بيد المسؤولين، واحنا كالاعلام دورنا نسلط الضوء على القضيه. ابي اعطيكم اشياء سريعه قبل لا انتقل للاخوان في وزاره الصحه، وابي اوجه فيها يعني رسالتين، ومن ثم اتكلم على اشياء ايجابيه انا جدا سعيد فيها. الرساله الاولى حق الاخوان في وزاره الخارجيه، كلمونا بعض يعني اخواننا والزملاء الدبلوماسيين اللي موجودين خارج الكويت. بعض السفارات اليوم الدول ما فيها ولا كويتي، فأنا أتمنى من الإخوان في وزارة الخارجية ويعطيكم العافية على جهدكم يو كل أبنائنا اليوم، إذا في بعض الدول اليوم اللي ما فيها كويتيين، نتمنى يعني الإخوان الدبلوماسيين هذيلا أيضا يرجعون في هذه الإجازة. وضع الكويت يمكن يكون لهم أفضل، عيالهم أمورهم. فأنا أتمنى من الإخوان في الخارجية هذا المسج، وهذه رسالة يمكن يأتينا من أكثر من سفارة برا يقولك أنه ما في خلاص ولا كويتي موجود عندهم. فاليوم دور الإخوان في السفارة، نعم بعض الإخوان مثلا اللي يعني ممكن السفارة تقدر توافق لهم على إجازاتهم على هالأمور، نتمنى من الإخوان في الخارجية وهذه رسالة لهم. والشيء بالشيء يذكر، أنا اليوم توصلت مع أم مطلق اللي اشتهرنا بداخلها، اليوم كلمتها، وايضا هذه رسالة حق يعني معالي وزير الخارجية. اليوم ايضا كثير من الامهات اللي يعني كويتيات ابنائهم برا الكويت هم يبون يوصلون ابنائهم غير كويتيين. يعني انا كلمت اليوم مطلق، والله حالها يعني عور القلب. انا كلمتها اليوم قلت لها ان شاء الله خلال الفترة القادمة نتمنى نسمع خبر ايضا اللي يعني ابناء الكويتيات اللي موجودين برا ويبون يدشون الكويت ايضا يكون في آلية معينة ياها. وان شاء الله يوم سعد، انا اليوم قلت لك الفرج جريب، وان شاء الله الاخوان في الخارجية ما يقصرون ويانا. ايضا الشكر للاستاذة مها الهاجري مديرة العلاقات العامة في وزارة الكهرباء والماء، اليوم تواصلت معي وقالت لي بان موضوع المجمعات اللي تكلمنا عليها وموضوع الكهرباء راح ان شاء الله في فريق كامل راح يشرف على الموضوع وراح يبلغ اغلب المجمعات بتسكير الموضوع. وانا بيني وبينكم استغليت الموضوع وصلت لها المسج مال موضوع الماي لصليبي. شكرا استاذه مها الهاجري مديره العلاقات العامه في هذا الموضوع. امس جاء لنا اتصال من ام غانم وتكلمت على موضوع الغاز، وقالت ان الغاز في خيطان ما قاعد يوصلني، والله يا صالح حتى الوجبات والاكل ما توصلني. انا اعتذر منك، انا يمكن قلت لك ما راح اقول الاسم، ولكن راح اقول الاسم لسبب بسيط. انا لما في شخص يتواصل وياي ويحل مشكله العالم، انا قلتها من قبل، انا اتشرفني انا اكون مجرد مندوب انقل الرساله حق الناس، ولكن لما انا اشوفك تفزع انا يعني اسمح لي. ادري ان هذا دوركم وادري ان هاي شهامه منكم، صراحه صار فيني اخوي حسين الدسم من جمعيه خيطان وهو رئيس المشتريات عضو مجلس اداره الجمعيه، واخذ رقم تليفون ام غازي وقال له باكر راح تواصل وياهم و الغاز يوصل لها والوجبات توصل لها. جزاك الله خير يا أخوي حسين، ما قصرت يعطيك العافية. وأنا كلمت مغانم وكانت سعيدة جدا، وهذا دور الإعلام اليوم، نحل مشاكل العالم. أم نواف اللي يمكن تواصلوا وياي أكثر من شخص على موضوع عيالها اللي موجودين في خيطان، والأب في المستشفى والأم في المستشفى وما عندها أحد، مشكور يا بدر، ما راح أقول اسم الثاني، مشكور يا بدر ما قصرت، رايتك بيضة ويعطيك العافية. تواصلوا وياي وقال لي لا تحاتي أن نسقت مع المطعم وراح يوصل لهم الوجبات، وكلمت نواف والحمد لله رب العالمين أمورها طيبة وإن شاء الله. وشكرا أيضا لوكيل وزارة المواصلات أخونا عبد الله العازمي، تواصل معنا أمس بعد البرنامج وقال أبي أوضح بعض النقاط على موضوع 101 اللي قالنا عليه اتصالين، وقالوا إنه ما قاعد يرجعنا بعد ما نخلص موضوع وزارة الصحة، راح يكون يانا عبد الله العازمي اتصال ويوضح موضوع 101. عطنا اللستة حق الإخوان في وزارة الصحة. يوم الأربعاء 13/5/2020 الحالات الجديدة هم 751 حالة، إجمالي الحالات 11 ألف
28 جميع حالاتهم حالات مخالطة. تفاصيل الجناسي للمخالطين 233 حالة لمقيم من الجنسية الهندية، 193 حالة لمقيم من الجنسية المصرية، 103 حالات لمقيمين من الجنسية الكويتية، 72 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وبقية الحالات من الجنسيات أخرى. مقسم للمصابين منطقة الفروانية الصحية 261 حالة، منطقة حولي الصحية 180 حالة، منطقة لحمج الصحية 153 حالة، منطقة العاصمة الصحية 93 حالة، منطقة الجهراء الصحية 64 حالة، منطقة الفروانية 93 حالة، منطقة حولي 69 حالة، منطقة السالمية 63 حالة، منطقة المهبولة 60 حالة. عطنا حالات التشافي والوفيات والعلاج شو اسمه. اوكي، اليوم العلاج المتشافين 862، اجمالي حالات اللي تم الشفاء 3263، حالات الوفاة الله يرحمهم ويرحم امواتكم 7 حالات وفاة، مجموع حالات الوفاة 82 حالة، مجموع حالات العناية المركزة 169 حالة. وانا قلت رقم خطر اذا صعدنا في حالات العناية المركزة، مجموع الحالات هم تقريبا 7683 حالة تلقى العلاج. اللي موجودين في العناية المركزة هم 92 حالة مستقرة الحمد لله رب العالمين، و77 حالة حرجة، اتمنى الشفاء والدعاء لهم. عدد المسحات، هذه خطوة جديدة دخلوها الاخوان في وزارة الصحة، عدد المسحات خلال 24 ساعة سووا 4257 مسحة، مجموع عدد الفحوصات بلس 227 ألف عملية فحص، تفوق 227 ألف عملية فحص. وقلت لكم أنا كل ما تزيد المسحات كل ما تشوفون الرقم يصعد. احنا شوية لما يوترنا موضوع ال 169 حالة اللي هم بالعناية المركزة، قواكم الله الأخوان في وزارة الصحة على هذا الجهد، يعطيكم العافية، واحنا ثقتنا فيكم أكبر وندري انكم مستمرين، وإن شاء الله هذه الأرقام نشوفها تزول وتزول وتزول. أنا أبي أشيد في دور الأخوان في وزارة الصحة، وأبي أبين جانب ثاني، أبي أبين جانبين قبل لا أبدأ في تقارير ثانية. عندي وايد تقارير، أبي أبدأ في تقاريرين. عندي تقرير جهزوا لي يا الأخوان مال التموين، توزيع التموين مو مال الحرس، توزيع اللي بالشارع جهزوا لي يا أحمد، هذا واحد. وأبيك تطالع مقارنة في الأرقام، وأنا هذه رسالة أوجهها حق الأخوان في اللجان. أنا قلت كلام أمس أو أول أمس، وقلت كل واحد بالمجتمع له دور، وإذا في نجاح النجاح ينسب للكل. إذا كان في تعاون ما بين الجهات ما بين المواطنين معناته النجاح للكل، هذا جزء. جزء ثاني قلت كل واحد له دور، الأخوان في وزارة الصحة لهم دور، الأخوان في الداخلية لهم دور، الحرس الوطني لهم دور، كل واحد. وإحنا اليوم دورنا كإعلام، أنتوا دوركم اليوم تقعد بالبيت تلتزم بالقوانين، تطلع بقلفز والكمام في فترة السماح الساعتين، تراعي موضوع التباعد. إذا إحنا طبقنا الدور اللي إحنا علينا إياه، والأخوان في الصحة طبقوا دورهم، والداخلية يعني طبقوا دورهم، راح نروح إلى بر الأمان. إنما إذا في أحد الأطراف اللي إحنا فيه اليوم ما قاعد يطبق دوره، ما يعني لا طبنا ولا غدا الشر. عندك الفيديو زين؟ إيه وين عطني ها؟ هذا تعميم بعد وزارة الصحة قبل أحط التقرير. توصيات عند ممارسة رياضة المشي، عند ممارسة رياضة المشي في الفترة المسموح بها من 4:30 مساء حتى 6:30، وجب لبس الكمام أو تغطية الأنف والفم بقطع قماش، الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، عدم لمس العين والأنف والفم بيد غير نظيفة، غسل اليدين وأي جزء مكشوف بالماء والصابون بعد الانتهاء من الرياضة. هاي التعليمات واضحة كانت من الأخوان في وزارة الصحة على اساس الاخوان قاعد يطلعون يمارسون المشي. عطني الفيديو الجمعيه وين عند مو جمعيه هو ايه لا 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 مو هذا مو هذا، ابي اول شيء مال التموين بعدين برجع لهذا. في واحد مال التموين عندك يا جاهز؟ عندك يا مكتوب عليه التموين؟ عطنا يا خلنا نحط علشان انا اكلم الاخوان في وزاره الصحه. يا
يعني اليوم احنا نلتزم بقرارات وزارة الصحة؟ لا لا مو هذا، شيل شيل هذا، هذا لا. واحد بالتموين قاعد يوزعون شارع طويل وقاعد يوزعون اكل موجود عند بدر، انا مكتوب عليه التموين. انا ابي اوجه رسالة حق الاخوان في وزارة الصحة، انا اتمنى منكم يا اخوان يا افاضل، انتوا اليوم قاعد تحطون تعليمات وعلى راسنا، واحنا لازم نطبق هذه التعليمات. نقعد في البيت، نقعد في البيت، قاعدوا في البيت، لبسوا كمامات، غسلوا ايدينكم، تباعد جسدي كل مترين بين فلان وفلانتان. انا ابي اوريك، اذا مو جاهز عطني مال وقف. انا بوجه رساله حق الدكتور باسل والدكتور عبد الله السند، التباعد المترين اللي كان مكتوب هذا هو، عطني اياه، عطني شغل هذا. يعني انا اليوم انا سؤالي اوجهه، انا اوجه سؤالي حق الاخوان في اللجان، انا عشان اسوي عمل خير. هذا توزيع بالليل سحور. يا جماعة هذا مو حل، والله مو حل. اولا موضوع حضر، تبي تروح تدشلي في المناطق تقول لي يا جماعة خلنا نتكلم، تبونا نسكت نسكت، تبونا نتكلم نتكلم. يا جماعة كأن هذه الناس كانت ميتة من 30 سنة في الكويت، تبون تتكسبون كل واحد يروح يصور لي مو على حساب البلد. تبي تطلع توكل العالم، قلنا لكم 30 مرة عطهم وجبات يروح يطبخ هو ببيته، 30 سنة عايش في الكويت يطبخ بروحه ببيته. ايش معنى اليوم؟ اليوم اللي صار في كورونا لازم كل واحد فيكم يطلع بوجبات ويصور، واحنا اللجنة الفلانية خلاص ترى ملينا من هالموضوع، واحنا كل يوم الرقم يطلع 1000 و2000 و3000 و4000. وانا هذه رسالة وجهها حق الاخوان في وزارة الصحة، هم والاخوان في وزارة الداخلية، يا جماعة صحبوا التصاريح هذه، ما خلاص يبقى لجان، عط اللجان ما يخالف على العين والراس، يبي يوزع خلاص بوكس ناشف. 10,000 لجنة طلعت وزعت بوكسات ناشفة، وزع بوكس مع كولونيا وعيش ومش عارف ايش، ودله العمارة خله يطبخ بروحه. ما يصير يا جماعة. يبقى احنا الكويتيين، انا اقول لك شيء، انا واحد ما بيطبخ، انا زوجتي تعبت 30 يوم تطبخ، ها ملت زهقت وام يطبخها، انا ابي باكر اوقف عند الباب ابي سيارتي تعطيني وجبة بعد. مو شغل هذا يا جماعة. احنا كل يوم نصيح من الليل للنهار، عبد الله سند كل يوم من الساعة 2 ويحلل، ويا جماعة ويا اخوان ونسبتنا كذي وطلعنا كذي وهذا سوينا كذي وعدد مصحاتنا كذي والحالات هالكثر ولازم نسوي كذي. يخلص عبد الله سند تي ساعة 4:30 تشوف هذا المنظر بالشارع، بعدها بتشوف منظر ثاني، اوريك انا بعد منظر ثاني عشان لا تقول اني انا يعني ابيض. وهالكلام انا قلت حق الاخوان في وزارة التجارة، قلت قرار فتح الجمعيات للساعة 5 هذا خطأ، كان القرار الاول للساعة 3، سكر الجمعية الساعة 3 خلاص اللي يبي يمشي يمشي. هذه جمعية اليوم هالحكي اليوم حولي والروضة فرع قطعة 6، تفضل تفضل يا دكتور عبد الله السند، هذا التباعد اللي تحطون فيه تعليمات، شوف الاخوان شلون قاعد يتباعدون، تفضل تفضل عادي ولا كأنه في شيء، تفضل شوف 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 هذا هذا مفهوم المشي، تفضل هذا مفهوم المشي، يلا تفضل تفضل. هذا هذا ملابس كمام، هذاك ملابس كمام، هذاك ملابس كمام، هذا ملابس كمام، بعد هذا اليوم يلا تفضل قاعد يوزعون خبز ساعة كم؟ 4:30 5. ليش ليش مو في ابلكيشن؟ مو في ابلكيشن؟ خيدش بالابلكيشن، خيدش بالابلكيشن. تفضل يلا. يعني انا مع كل احترامي اذا بدنا نستمر على هذه الحاله ما طبنا وغدا الشر. الحظر الكلي ما منه فايده، انت تحضرني 22 ساعه وبالاثنين وبالساعتين يطلعون لي 1000 حاله. انا اقول لك بس خل باكر الاخوان في وزاره الصحه يطلعون يسوون مسح في حولي. اذا انا ما طلعت لك بالليل وقلت لك الحالات عندنا 3000 انا ابطل اعلام. شو ما مو معقول اللي قاعد يصير، مو معقول. هذه ثقافة عند بعض الناس مو راضي يستوعب اللي قاعد يصير، لازم يموت عندها واحد عشان يستوعب اللي قاعد يصير. يا جماعة قاعد نقول لكم الموضوع مصيبة، الموضوع في بلاء، الموضوع في وباء. لا كيفك صالح، تفضل
يا الاخوان يا معالي وزير تجارة سكر يا استاذي سكر من الساعة 3 خلاص سكر. انت اليوم هذا اذا بطاقته صالحة ومو مخالف ومو ضارب الاقامات بالطوفة يدش الابليكيشن يروح الجمعية خبز فيه تموين فيه كل شيء موجود في الجمعيات. ليش انا افتح له ساعة 4 ليش ساعة 5 الجمعيات عشان يسوي لي هالفوضى هذه كلها؟ لو عنده هذا دور ما عاد ياخذ دوره. تبي ازيدك من شعر بيت؟ وانا اقسم بالله يعني انا اشكرك يا عبد الله سند يتواصل وياي ويقول انا اتابع حلقات انا اشكرك يا عبد الله سند وانا اعتذر منك قبل الله اعرض لك الصوره هذه. اقسم بالله ان هذه الصوره لما وصلتني يمكن ما حد شافها فيكم بالسوشيال ميديا هذه جت لي على الخاص قسما بالله صوره اللي مع اللي مع الولد. والله العظيم ان انا لما شفت الصوره وللامانه انا غطيت رقم السياره ووجه الولد ووجه هذا. انا اسالك قسما بالله انا اتذكر عبد الله سند طلع اول يوم كورونا ما ثاني يوم قال احنا خوفنا من الاطفال ومن كبار السن من الصغار ومن كبار السن. انا بنتي عمرها 17 سنه زهراء اقسم بالله من يوم ما صار في كورونا ليل اليوم ما شافت الشارع 17 سنه مو صغيره. والله يا دكتور باسل ان انا والله قلبي عليك اقسم بالله انت وعبد الله سند والفريق الطبي والله الله يعينكم ما ابي احط الصوره والله قلبي يعورني اقسم بالله بس مجبور اوريك عشان تشوف ممارسات البعض شلون قاعد يوصل. تفضل حط الصوره شوف الرضيع اللي معلق برقبته شوف الرضيع شوف يا اهل كم عمره هذا شوفه رضيع ترى لا لابس كمام الاب مو لابس كمام والولد مو حاطين شيء على وجهه ولد رضيع قاعد يتمشى فيه لا تحط على وجهه حط عليه هو شوف والله انا للامانه غطيت رقم السياره وغطيت وجه الابو وغطيت وجه الولد بالله عليك بالله انا اوجه رسالتي حق هذا الاب بالله عليك هذا اللي صبرت هذا اللي امه تعبت 9 أشهر تنطر وتطلق وتروح وتقوم عشان اخر شيء هذا تسوي بالولد؟ هذا الولد يعرف شنو المشي؟ هذا الولد يعرف شنو فتره سماح من 4 إلى 6؟ هذا الولد اليوم تجي تنقل له كورونا وتذبحه؟ وين الابوه؟ وين الانسانيه؟ وين الرحمه؟ تفضل اقسم لك بالله يا معالي الوزير ان هذه الصوره بالكويت واني انا مغطي رقم تليفون رقم السياره واني انا مغطي وجهه واذا انت يا دكتور باسل او عبد الله السند تبون الصوره والله لا ادز لك اياها على الخاص. ما يصير يا جماعه يعني احنا قاعد نراهن على ناس فيهم وعي مجتمع الكويتي مجتمع واعي ناس قاعده في بيوتها حالات قاعد يقوم عليها يعني هذه حاله وحاله ثانيه تيلي ام غانم تقول لي يا صالح عيالي 4 باني قادر اوصل لهم في خيطان ما عندهم اكل بس لاني ملتزمه في الحظر قاعده في البيت ويطلع لي واحد نفس هذا مع عياله وباشر ينقل الولد يتوفى والمصيبه والكارثه. تطلع لي واحده تقول والله يا صالح انا ما عندي غاز في البيت وناطره وساكته وملتزمين في الحظر ويطلعون لي 20 واحد في جمعيه الروضه متجمعين على خبز ومش عارف ايش. تطلع لي واحده تقول لي يا صالح انا امي مريضه ماني قادر اوديها المستشفى لان حظر وملتزمه صالح في الحظر ويطلعون لي 14 واحد يلعبون كره صوب البحر. لا يا جماعة ما يصير هذا قانون هذه بلد يا جماعة مو لعب يا هال. والله العظيم قاعد أتكلم أقسم بالله لو تشوفون التليفونات اللي ترن ما يصير يا جماعة عملية حظر ما يصير يا جماعة. يعني إحنا اليوم حتى الداخلي يعني أكثر من شي يشتموا والله وهذا الختام راح أقول لكم الكلام هذا واللي بيزعل خليه يزعل حتى الداخلية شنو تبون الداخلية أكو لغة ما عطني أكو لغة ما تكلموا فيها عطني تفضل اسمع بذلك সারা দেশ ব্যাপী সকল অঞ্চলে সার্বিক কারফিউ জারি করা হয়েছে কারফিউ কা টাইম আপ সব ঘরে রাখা করে খানে কি আর রাশন কি চিন্তা মত কিজে مجال الجزاء بقرار مجلس الوزراء التقيد بالتعليمات
الامر الكلي والشامل لجميع مناطق البلاد، والتعاون والالتزام بالتعليمات الصادره من رجال الشرطه. يعني انا بعد اعتقد بس الداخليه الشيء الوحيد اللي ما سووه انه يطقون باب باب، يعني انا بس هذا الشيء الوحيد اللي ما سووه. بالدرون قام يتكلمون، بالدوريات تمشون يتكلمون، مكبرات الصوت شغلوهم، كلقطة تفتيش يقول لك البس جلافز البس كما، كل شيء قام يسوون. الاخوان في الصحه يعني بروشرات ما في. عبد الله سند يومي مؤتمر، يومي يومي يومي، كل وسائل الاعلام تنقله، كل وسائل السوشيال ميديا تنقله، تغريدات وزارة الصحة. يعني شنو أكثر من كذي؟ شنو أكثر من كذي المطلوب أن نسوي عشان يصير فيه التزام ويصير فيها الأمر؟ ما في شيء. بالمقابل قاعد يصير فيه التزام، قاعد يصير 90% و10% قاعد تدمر 90%. هذه 90% قاعد تدمرها، وبعد الفاصل راح أوريك حتى لما تصير عندنا مشكلة في الكويت، حتى لما تصير عندنا مشكلة جمعية صار فيها كورونا وشالوا والعمال كلهم خذوهم ودوهم فحص، ينزل الحرس الوطني. شوف راح أوريك بعد الفاصل. هذا عطنا الفاصل. رجعنا لكم مرة ثانية. ما شاء الله الواتساب والتليفونات اشتغلت. مو دوري، انا مو دوري انشر يعني افضح في العالم وحصوي، لا لا لا، يعني انا قلت كلمتين واضحين. اذا كانوا الاخوان في وزارة الصحة وحددت معالي الوزير او دكتور عبد الله سند انا حاضر، يبغوا يعرفون مكاني يعرفون ضغط انا حاضر، انما غيره انا مو دوري هني في الاعلام. احنا مو دورنا ترى بس نبي نتكسب، لا لا لا، احنا نعرض عشان الناس تطالع بس، انا مو كل واحد اي طرش الصورة. لا الاخوان احنا تكلمنا عليهم قبل الفاصل، ايضا يتلنا على موضوع الاخوان يكلمون يمكن على اصحاب الحلال امس او اول امس. ايضا وزير الاعلام مشكور صرح في قراره وهو المسؤول والمخزون الغذائي. عطنا تغريده مالت الوزير بمتابعه من سمو رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع اخي معالي وزير الداخليه، تم السماح لاصحاب الحلال والمزارع بالخروج لمتابعه احتياجاتهم يومين الاربعاء والاحد من كل اسبوع ساعة 7 الصبح إلى 12 الظهر. عندك يوم الأحد ويوم الأربعاء من 7 الصبح إلى 12، وتطلع لما تطلع تكون وياك شيئين، يا إما كرت التحصين أو عقد المزرعة تبرزها للنقاط الأمنية. يومين، يوم الأحد ويوم الأربعاء من 7 إلى 12 الظهر. الآن يطلع لي واحد يقول لي أنا مو مسجل في الهيئة مو ما أدري شنو، ما في هالمجال. اللي مسجلين في الهيئة عندهم كروت وعندهم مال المزرعة ورقة المزرعة، يوري حق النقطة الأمنية. وهذه لفتة طيبة جدا من وزير الإعلام، يعطيك ألف عافية وقواك الله. الإخوان وأنا يعني شهادتي فيهم مجروحة، الإخوان في الحرس الوطني، وأنا دائما أقول وحقيقة تحية للإخوان في الحرس الوطني والجهد الجبار قاعد يبذلونه. انزلوا أمس في التموين في الخالدية لما سكرت الجمعية، لأن الجمعية تسكرت قاعد يسوون تعقيم وسحبوا كل الموظفين عقب ما صار عندهم 103 أشخاص فيهم كورونا، سحبوا كل الموظفين انزلوا الحرس عشان يلبون احتياجات المنطقة في هذا الأمر. أطبخوي أخوكم مشعل العمر من الخالدية. الحرس الوطني صراحة متوفر موجود لنا، كل شيء موجود، الخدمة اللي قاعد تسوونها يا جماعة حق الكويت شيء عظيم. أنا أحس بأمان، أحس إنه ماكو شيء ناقصني فعلا، أنا مستانس من كل الجهود.
والديكم والله يعطيكم العافية ما قصرتوا وبيض الله ويهكم عسى الله يبعد عنا وعنكم إن شاء الله البلاوي والباء إن شاء الله وعسى الله يحفظ ديرتنا تحت ظل صاحب السمو ولي عهد الأمين إن شاء الله الحكومة الرشيدة. يعطيكم العافية الأخوان في الحرس الوطني وشهادتنا فيكم مجروحة صراحة عيالنا جه جبار ما هي والله أنا عسكري وما لا لا حبيبي قال لك البلد أنا لما تحج حجايج حاضر هذا الحرس الوطني هذا لعيالكم شوفه يشيل العيش ويحط ويوزن ويطلع الدياي ويدز العربانة ويوصلها السيارة ويسوي شيك ويسحب الكيند والله كلمة شكر قسما بالله للأخوان في الحرس الوطني شوية أقسم بالله وإن شاء الله لنا تقارير أكثر مع الأخوان في الحرس الوطني. أمس كانت عندي أكثر من يعني أكثر من شخص كان متصرفيني على موضوع 101 وصراحة الشكر لوكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع خدمة المشتركين الأخ العزيز عبد الله مطلق العازمي هو اتصل فيني وقال لي أبي أوضح بعض النقاط ومعانا معالي الأخ العزيز وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع خدمة المشتركين عبد الله مطلق العازمي أبو محمد مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير هلا أخوي صالح الله يحفظك. أولا قواكم الله ويعطيكم العافية على جهدكم يا أبو محمد. الله يطول عمرك يحفظك من كل شر ومشكور على تواصلك ويانا يا ابو محمد ما قصرت. طول لي عمرك ابو صالح. ابو محمد امس يعني انت يمكن تابعت الحلقه وسمعت ان في اكثر من شخص اتصل فينا وقال ان 101 ما يردون. انا يعني بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء اشكرك اخوي صالح انك اعطيتني الفرصه. اكيد اليوم الكويت تستاهل ان نتحكى في هالامور. نعم الوضع اليوم اللي احنا فيه ب 101 هي طبعا عملية تدشين خدمة حج المواعيد حق الجمعيات التعاونية والتموين والأسواق الموازية هي طبعا من صلب اختصاص وزارة التجارة لكن من مبدأ التعاون بين الوزارات في الأزمة اللي حنا نمر فيها الحين ويمر فيها العالم بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير السيد مبارك الحريص والتنسيق مع وزير التجارة السيد خالد الروضان دشن هذه الخدمة حقيقة اليوم يعني أنا بوضح نقطتين يمكن أنا طولت في المقدمة بالحكي بس أنا أبي أوضح شغلة بسيطة جدا. نعم. يعني أتمنى أن أخواننا المشاهدين والمستمعين ينتبهون لها. نعم. اليوم الخدمة اللي حنا مدشنينها حق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المواطنين والمقيمين اللي ما يعرف حق نظام الأونلاين حلو اللي ما يعرف للحج اليوم أنا عندي متطوعين يعني جابتهم لنا وزارة التجارة تقريبا 20 موظف من التجارة 10 موظفين من البلدية 10 موظفين من وزارة الشؤون كلهم قاعد يشتغلون بما فيهم موظفين بدالة 101 على قدم وساق للرد على المشتركين يعني أنا أو على المواطنين عفوا والمقيمين يعني أنا عندي مثل أمس عندي إحصائية بحدود 846 حجزنا لهم بالجمعيات التعاونية والسواق الموازية عندنا بعد تدشين خدمة الواتساب للناس اللي ما يعرف أهمية تصل كرجل كبير ما قدر يطرش صورة بطاقة المدنية حطينا لهم خدمة تدشين الواتساب وقاعد يطرشون حجزنا لهم أمس تقريبا أول أمس عفوا بحدود 530 أمس عندنا الحجوزات وصلت 1196 بالاتصالات وعندنا بالواتساب بحدود 586 الدوام طبعا عندنا من 9 الصبح ل 9 بالليل الانتظار عندي انا يعني لو تشوف الوضع اللي قاعد يصير عندنا يعني اليوم حد انت من 12 ساعه عمل الحج خلال ساعه يعني يكون عندنا بحدود 100 اتصال يتم الحج لهم خلال ساعه واحده المشكله ما هو كبار السن ولا بذوي الاحتياجات الخاصه المشكلة أن في بعض الناس يتصل يستفسر عن الخدمة الموجودة المشكلة أن 101 تعطي خدمات أخرى غير موضوع الحج حق الجمعيات التعاونية. نعم. يعني اليوم أنا لما يدق علي مواطن أو مقيم يسأل عن المستشفيات وعن الباركود مالهم يسأل عن الإقامات في الداخلية يسأل عن استفسارات الهيئات والوزارات الحكومية أرقام تليفوناتهم الجهات اللي موجودة واللي مو موجودة كلها أنا قاعد أزودهم فيها بالإضافة أني الحين أنا ضفت حتى الخدمات اللي تشملها وزارة الداخلية وزارة الصحة جميع الخدمات اللي في الدولة الحكومية ممكن تتصل على 101 وتستفسر منها نبقى حنا عندنا ملاحظة بسيطة أخوي صالح
وانا اكون صادق فيها يعني ما اجامل ولا هي العمليه الحكي من باب المداخله فقط. نعم اليوم للاسف اللي قاعد يتصل وهو مو من ذوي الاحتياجات الخاصه ومو من كبار السن يعني شويه يعطي مجال للناس الكبار عشان نقدر نرد عليهم باستمرار يعني صح. نقدر نحجز لهم كلام طيب. يعني انا لما تتصل علي انت اخوي صالح الحين او اي مواطن او اي مش او اي مقيم وياخذ وياي 5 دقائق 10 دقائق يتحجى يقول لك انا والله بالوفره تلقى 5 6 ويتنج. ايه انا شنو اسوي؟ انت تقول لي انا بالوفره والله بيتي مثلا في العديليه انا بالمزرعه ابي حجز يقعد ياك 5 10 دقائق يتحجى وياك ما تقدر تسكر وياك التليفون تضطر انك تتكلم وياك تتصل عليك مره كبيره بالسن يتصل فيك رجل كبير في السن صح. يتصل فيك رجل معاق يتصل فيك هم واحد يقول كان لي حق اني انا تحجزني حتى لو انا ما فيني شيء. نعم يعني اليوم جودكم واضح يا ابو محمد بالعكس جايتكم بيضة ويعطيكم العافية اخوي صالح الله يحفظك من كل شر. اليوم انا بقول كلمة اخيرة بس فضل. اتمنى من الاخوان كلهم وسعون صدرهم علينا شوي باذن الله يعني هي الحين لها يومين الخدمة بادية راح تتطور زيادة غير هذا اليوم الصحة على راسهم وزير الصحة مصدر قرار في التباعد الاجتماعي يعني اليوم حاول انك تحجز إذا أنت محتاج إنك تحجز صح ما يكون الاتصال لمجرد الاستفسار والحكي نعم مشكور أخي صالح هذا أنت كل الشكر لك أخوي عبد الله مطلق العازمي وكيل وزارة المواصلات المساعد للخدمات يعطيكم العافية تحياتي لك ولكل الفريق العامل معك جودكم جبار وواضح وما قصرت رايتك بيضة وهذا الكلام اللي أنا قلته قبل لا أحط المسج قلت إن الخدمة باشر راح تشتغل هذا الكلام كان يوم الأحد وقلت وركزت مرة ثانية قلت يا جماعة هذه الخدمة 101 حق كبار السن وحق ذوي الإعاقة فأرجوكم يا جماعة عطوا مجال حق الناس يعني الآن استفساراتك وأمورك وشغلاتك يعني ما شاء الله كل واحد فيكم يعني لو يسوون مسابقة هاكرز في الكويت نطلع لنا 1,000,000 احنا ما شاء الله فنانين في المواقع وشطار دش يا اخي كل الاستفسارات موجوده في تويتر كل على موقع دش موقع وزاره الصحه كاتبين لك تفاصيل وزاره الداخليه تفاصيل التجاره يعني ممكن كل شيء تقراه يعني لا نصير احنا اليوم لا ده ما لنا خلق يا جماعه ارجوكم خلوا 101 خلي يستفيدون منه كبار السن وذوي الاعاقه الان الخدمات الثانيه انا بهالجمعيه وبدش هالجمعيه يا عمي والله حطيت فيديو انا مده 6 دقائق موجود في اليوتيوب شرح كامل تفصيلي انا بروح مدري وين بطلع الصوب موجود في الموقع كله موجود يعني كل شيء موجود عندكم الاستفسارات كلها موجوده فارجوكم يا جماعه نعطي مجال حق الناس علشان نقدر نسوي هذا الامر قبل لا افتح الاتصالات يعني انا اول مره ما تكلمت وفقط حطيت يعني كلمه وزير الداخليه اللي يعني بردت على قلوبنا احنا حقيقة خلنا نقولها ويمكن البعض يتضايق ويزعل بس صراحة انا واحد يعني انا كويتي فانا اليوم اذا ما اخاف على بلدي والله انا ما يعني ما استحق اني انا اكون موجود هني يعني انا اليوم كويتي وانا اليوم اشوف كل واحد حاط شعار الدولة من الداخلية من المطافي من الحرس اخواني اذا مو اخواني عيالي اي دكتور اليوم اخوي اي دكتور اليوم اختي اي شخص اليوم في الكويت اهلي انا ما ارضى عليهم اي مجهود اليوم قاعد يأثر شوف قبل لا ابدأ الكلام اللي انا قاعد اقوله على اساس اللي بيقص المقطع يكون حذر لما عيالنا غلطوا من المتطوعين ما حطيتهم مني في التقرير وتكلمت عليهم وقلنا ما نقبل وقلت الكلام هذا ما نقبل لا على هندي ولا على بنغالي ولا على اي جنسية كانت ما نقبل احد ينهان الغلط غلط بالنهاية حتى المتطوعين قلنا لهم اذا ما عندك الطاقة انك تصبر اقعد في البيت وهذيل كويتيين ما كابرنا ما قلنا لا كويتي وتعبان ومسكين لا ما قلنا الكلام هذا نفس العملية أنا نفس الكلام أنا أقوله اليوم إذا الموضوع مال شبد مثل ما تكرر أمس في المدرسة مرة ثانية لا إحنا ما نقبل على عيالنا إحنا ما راح نقبل على عيالنا
ولا راح نرضى لعيالنا. هذا اللي صار امس لا ما نقبل عليه. وانا اشكر الاخوان في وزارة الداخلية على سرعة البيان اللي طلعوه، يعطيهم يعني قواك الله، شكرا لاخونا العميد توحيد الكندري واخونا العقيد ناصر بصليب، شكرا للبيان السريع عشان يقطع كل شيء. انا وصل البيان يمكن 4:30 الفجر، وهذا الجهد الجبار اللي احنا قاعد نتكلم عليه. هذا الفيديو اللي امس انتشر حلو، بان اليوم اخواننا وعيالنا، عطنا الفيديو، شغل الفيديو ما يخالف. هذا الفيديو اللي انتشر امس بان هناك بعض الاخوان قاعد يعملون شغل في المدارس، مركز ايواء الفروانيه، وهذا شيء مو مقبول، هذا شيء مو مقبول. واحنا عندنا كثير من ابنائنا ومن الجاليات اللي موجوده في الكويت ينحطون على الراس. مش معنات الموضوع انك انت اليوم ان في محاوله اعتداء وهالامر، لا هذا مو مقبول، هذا مو مقبول، ولا نقبل على عيالنا برا الكويت يسوون شيء من هذا من القبيل. هذولا بالنهايه ما نقبل عليهم، وهذولا ايضا ما نقبل عليهم. واحنا اليوم نتكلم الى الجميع يا حبيبي، احنا دائما نقول حق عيالنا، لما كانوا عيالنا واللي تابع البرنامج من قبل سنتين، انا لما طلعوا موضوع السيارات اللي كانوا في لندن تكلمت عليهم وقلت يا غريب كون اديب، ما يصير اليوم الناس تقعد في المدرسه وتسوي هذا الشيء، هذا امر مو مقبول نهائيا. وانا من قبل وجهت رساله ثانيه وقلتها وما ابي احط الفيديوهات، ووجهت رسالتي حق الاخوان في وزاره التربيه وقلت لكم ان اليوم مش معناته ان المدارس صارت ايواء بانها تكون مباحه. الميكروفونات شغاله والاذاعه شغاله، ترى مو مدينه ملاهي الايواء، مو مدينه ملاهي. واحد شغل لي اغاني ويرقص بعصايه، الثاني حاط لي ستاند ويقعد يتكلم، واحد داش غرفه مدرسات وماخذ مجسمات. هذه مدارس، مدارس عيالنا، هاي فلوس الدوله، احنا ما نقبل اليوم هذه الفوضى تصير. لو اليوم الكويت يسوى كذي والله العظيم راح نتكلم عليه، ما نقبل اليوم. هذه منشآت الدوله ولازم نحافظ عليها. واليوم اذا هم اليوم بعض الناس مبعدين يقول لك انا ما عندي شيء اخسره، لا لا، في قانون، مثل ما صار مع الثلاثه اللي امس خذوهم الاخوان في وزاره الداخليه مشكورين اللي سووا الخلل اللي في الفروانيه، ايضا في قانون ثاني. احنا مو معقوله يا جماعه انتم الاخوان في وزاره التربيه والله على ابونا سلم المدرسه، سلم المدرسه شنو كسر؟ لا، هذا قلت لكم انا وجهد مدرسات من حسابهم الخاص ومدرسين من حسابهم الخاص. هذه رساله لازم تكون واضحه للاخوان، كافي وما نبي نشوف فيديوهات ثانيه. عطنا الاتصالات. مع عبد الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي. يا هلا يا هلا فيك. فضل. عندي مناشده حق وزيره الشؤون. نعم. على ما اعتقد انت قبل كم يوم استضفتهم عندك بالبرنامج. ايه وصرحت. نعم. ايوه وصرحت انه لمده 6 أشهر انه ما يتم وقف اي راتب من المساعدات. صح. انا اول تم سيال الاتصال. من وين؟ من وحده الصباحيه. اوكي. كلموني قالوا لي انه تم وقف راتبك. شو السبب؟ ليش؟ قالوا لي اوراقك مو كامله وعندك خلل بسيط من المنافذ. قلت لها مو مشكله اوراقي موجوده واحنا الحين حضر كلي، شلون اجيكم؟ كانت تقول لي احنا دوامنا مو دوام رسمي، احنا متطوعين وقاعد نخلص الملفات. قلت لها زين الاوراق عندي شلون اجيكم؟ يعني قمت اترجاها انها ما توقف الراتب. يعني دو يعني هم متطوعين عشان يوقفون الرواتب؟ هذا هو. اي قلت لها انا راجعتكم قبل الحظر وكلمت رئيسه الوحده وعندها خبر بوضعي. اوكي. تقول لي منو؟ قولي لي اسمها وتسكت. ما له علاقه شنو احنا وين قاعد مدرسه، احنا يقول لي اسمها ولي امر، قرار مجلس الوزراء طالع. قول لها كلمي وكيله الوزاره، وكيله الوزاره دشت مداخله وقالت تاجيلها مده 6 أشهر. ما اعطتني مجال، قالت لي تم وقف الراتب. قلت لها شو ادفع الاجارات؟ اعطيني ما عليه، حطي بس تفاصيلك عند الاخوان وانا اخذ اسمك انا برشح حق الاستاذه هنا. مو معقوله على الهواء قالت تاجيل الاقصاد لمده 6 أشهر. يا استاذه بالحرف سالتها السؤال، قلت لها بخصوص الاوراق، قالت اي واحد اوراقه ملفه مو كامل راح نستثنيه الى بعد الازمه. والله احنا متطوعين يعني شفنا الملف نقص رات. لا والله مو صح، لا لا تطوعون، مشكورين. تطوع عشان تقصون رواتب العالم، العالم في ازمه تقصون رواتبهم. قبل اخذ الاتصال الثاني ايضا رساله اوجهها حق الاخوان في اتحاد المصارف،
يا اخوان المحسنين الحين قاعد يقصون عندهم قرار مجلس الوزراء طلع البنوك يقول لك ما وصل لي القرار. زين يا جماعه الناس قاعد يقصون عندهم مو حل. ما يصير قرار مجلس الوزراء كل وسائل الاعلام وصل لها البنوك ما وصل لها. هاي مو منطق يا جماعه. هذه العاشر واحد يكلمني عن المحسنين للحين قاعد يقصون قصوا اربعه وقصوا خمسه. فارجوكم يا اخوان مو معقوله يطلع قرار والاخوان في البنوك يقول لك لا والله ما وصل القرار. اذا ما وصل القرار شوفوا دزوا لهم القرار ولا يقصوا على العالم هذيلا. جماعه وضع الان اذا اليوم كان انا اقولها بالفم المليان اذا قبل كان الكويتي او المقيم يدفع 200 دينار حق الجمعيه اليوم قاعد يدفع 500 دينار في الجمعيه. يعني هذيلا اليهال قاعدين في البيت شنو شغله؟ بلاي ستيشن وياكل بعد شنو اكو؟ ماكو شيء. ابو يوسف مساك الله بالخير. السلام ورحمه الله بخير. يا هلا ابو يوسف كيف حالك حياك الله يبارك. خير دامك بخير. جزاك الله خير ابو حيدر. يعني الاتحاد مالت المصاريف قالوا ان البنوك لا يقصون مالت ست اقساط التاجيل. صح. انت شنو ابو يوسف قرض ولا؟ انا قرض شو اسمه حق البيت. ايه فقال لكم ليش؟ قالوا لسكن خاص. يعني هو نفسها كلها البيوت السكن خاص او لحظه ابو يوسف لحظه. قرض بيت ولا القرض مال بنك الائتمان؟ لا قرض بيت من البنك. بنك قرض عادي. ايه اوكي ايه ايه زين ما اجلوا لك اياهم؟ لا ابدا. قلت لهم ليش؟ قالوا لانه سكن خاص. شنو سكن خاص يعني؟ ما اشترينا عنهم. يعني قالوا القروض بعد ما قالوا قرض مال سكن خاص وقرض مال مو هذا كلامهم. جزاهم الله. يعني انا تواصلت ويا البنك قالوا لي سكن خاص ان شاء الله. حاضر تامر امر ان شاء الله. ان شاء الله نحاول ناخذ اتصال الاخوان في اتحاد المصارف ان شاء الله رتبوا وياهم. مشكور يا ابو يوسف. تامر ابو احمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور ابو حيدر. يا هلا حياك الله. اقسم بالله انك افضل من مليون نائب. لا بعد راسي وبعض الوزراء. لا ونعم فيهم مهتمين ونعم فيهم والله ونعم كل واحد له دور يا ابو احمد. بعد راسي أنا اناشد رئيس مجلس الوزراء بخصوص صندوق الاسره والمعثرين. هذا الثاني شارع التوالي يقصون منهم اقساطهم. تسأل البنوك يقول لك ما جانا تعميم وهذا كله كلام اعلامي ما في شيء. حلو. وهذا قرار مجلس وزراء. قرار مجلس وزراء يطلع لي موظف البنك يقول لي هذا كلام اعلامي. هل هذا الصراع؟ لا ما هل هذا الصراع؟ ما في قرار قرار واضح ما في. لازم باكر قاعد صار يبين ابو حيدر. نعم. هل هذا الصراع اللي قاعد نسمع عنه ما تبع وزير الماليه انه هو محارب قروض الإسكانية؟ قروض الإسكانية توقفت في ليلة وضحاها. ماشي بو أحمد تأجيل الأقساط 28 يوم الحين صار له 3 أسابيع. يا عمي بو أحمد إحنا اليوم نتكلم واضح. قرار مجلس وزراء طلع وطلع وزير المالية وأعلن بأن من تاريخ 4-5 هذا القرار وباكر راح أحط لك الكتاب والكتاب اثنينهم. ماكو شيء بو حيدر. ماشي أنا دوري. ماشي خلي يطلعون باكر وياي اتحاد المصارف يقول لي ما في شيء. خلي يطلع باكر اتحاد المصارف يقول لي ما في هالكلام هذا. انا اليوم ابي جهه رسميه باكر خلي يطلع اتحاد المصارف ويقول لي هالكلام مو كلام. خلي يقول لي اتحاد المصارف ان هذا اعلام. خلي يقول لي انا ذيك الساعه اعرف ارد. ذيك الساعه انا اوجه رسالتي حق وزير الماليه. هذا ما يصير. ماكو شيء اسمه اعلام. كتاب رسمي طالع مجلس وزراء اعلام. شنو هالقرار هذا؟ مو وين قاعدين احنا؟ ام محمد مساك الله بالخير. السلام عليكم. يعطيك العافية. يعافيك. هلا والله. تقبل الله طاعتك. منه ومنك الله يحفظك. الله يسلمك. أخوي صالح أنا قبل فترة دقيت عليك بخصوص أوراقي. أنا قلت لك معاملة عيالي بشؤون كانوا موقفينة. فبغيت أشوف للحد الحين ما أدري الأرقام اللي أنت حطيتوهم على الشاشة. أنا ما قادرة أتواصل معاهم. ليش؟ وللحين إحنا ما أدري ممكن تحطون لنا أرقام مرة ثانية؟ والله اذا موجودين عندي حاضر. اذا موجودين عندي احمد موجودين احاول ان شاء الله بعد الاعداد تواصلوا وياها. اذا موجودين ما حد رد علينا اخوي ان شاء الله. انت ما عندك ارقام؟ خلينا نحاول نعطي ارقام ان شاء الله. حاضر تامري امر. تامرين منو يانا؟ محمد مساك الله بالغير. يعطيك العافيه طال عمرك. يا هلا. اول شيء ابو حيدر الله يطول بعمر ام جابتك. بس بعد راسي يسلم حبيبي وعسى الله يفرح بعيالك ان شاء الله. الله يحفظك. امين يا رب. طال عمرك ابو حيدر. نعم. اولا موضوع المدارس اللي قلت لي هذه
اي المدارس اي نعم مفروض وزارة التربية قبل لا تسلم تسكر على ممتلكاتها. ما ادري يعني انا ما بيحضر في بدي البيبان مكسورة فاتحينها ما ادري والله ما اي المكسور مكسور هذه قضية فيها انا ما ادري والله انا وجهت رجائي. النقطة الثانية طال عمرك نعم. معلش تحملني بس اي وياك النقطة الثانية موضوع اللجان توزع المواد الغذائية هذه اكبر غلط. موضوع شنو؟ توزع اللجان المواد الغذائية اكبر غلط. مفروض العيشون عندهم رواتب الشركات كل الموظفين نعم كلة البنك نعم نزل بحسابهم كل واحد 50 دينار بالشهر 15 مليون حقهم 50 دينار كل واحد نعم هو يسحب ويصرف. كلام طيب والله كلام دوخ وكلام فاضي وهذا كله وزحمه خلاص حق الزحمه والدنيا وهذه تعنقوا احنا ما عندنا مشكله ساعدوهم عليكم بالعافيه واحنا سباقين في الخير عاد الخير لا 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 لا. بس مو بالطريقه هذه من تحمل 15 مليون للنجار بس النجار استمعوا ادفعوا 15 مليون كل شهر. نعم ان شاء الله ان شاء الله يا محمد مشكور يا اخوي محمد ما قصرت رايتك بيضة. حسن مساك الله بالخير. حسن يا هلا كيف حالك يا اخوك؟ بخير دامك بخير. طيب ان شاء الله ابو يعقوب الله يحفظك. ابو حيدر ابو يعقوب ايه ابو حيدر بغيت بس اقول لك شغله الله يرحم والديك. تفضل. بخصوص الله يذكر بس لا تقطعون الخط الله يرحم والديك. ليش تقطع الخط؟ ليش تقطع الخط؟ بدا عطني واحد ما يعني قطع هذا الموضوع. هذا الموضوع سبق ان تكلمنا فيه تكلمت وحده فيه وعلى طول اقطع قبل لحظه شوي لحظه خليك وياي شوي قبل وقفوا شوي شباب خلا حسن اذا قاعد تتكلم في موضوع بالقانون وما يتجاوز موضوع الادب ليش نقطع عليك الخط؟ بس تفضل حسن. الموضوع مو الموضوع موضوع رحمة ما هو موضوع قانون. الموضوع موضوع رحمة ونظر في أشخاص موجودين في مكان أنا أقول لك إياها بصراحة. يا حبيبي أنت لا تقولي الأشخاص قولي الموضوع. يا أخوي الموضوع بأنه أنا أقول لك إياها الأمير الله يطول بعمره. لا لحظة شوي يا حسن تبي تطولها قلت لك قولي الموضوع لا تدخل لي موضوع اليوم. أنت بتتكلم مجلس الوزراء وتحت حياك الله قولي الموضوع ليش تلف الدور حسن؟ يا اخوي مو قصة لف ودوران. الموضوع كل ما فيه بان هناك موضوع المساجين والسجناء ايش سالفتهم؟ وقف شويه وقف حسن. امس قلت لي على موضوع السجناء والمساجين قلت لك هذا قرار ما له علاقة فيه. اكو جزئين. الجزء الاول الموضوع فيه اعفاء في 25 فبراير وهذا خلصنا من عنده. الجزء الثاني يتبع المحكمة والمحكمة دائما مع القضاة امر ثاني. شلون انا اتكلم فيه بالاعلام؟ يعني انا اليوم أخوي. سؤال اتكلم يا حسن لحظه يا حسن لحظه يا حسن ما يصير يا جماعه انتم كل واحد يبي انا اتكلم وخلاص ما يصير. اولا لازم تعرف نقطه وهذه رئيسيه ما يصير في الاعلام ولا في الجرايد ولا هالامور تسوي مناشده ما يصير. هذا مرسوم اميري يطلع مرسوم اميري طلع في 25 فبراير بعد هذا العفو انا ما اقدر اي اناشد لا قانون الاعلام يسمح لي ولا اتمنى. اي نعم ما في احد فينا ما يتمنى ولكن اكو جزء في الموضوع مو من صلاحيات الاعلام يتكلم فيه. هذا جزء اليوم لازم تعرف اليوم في قانون. يعني انا اليوم هذا قانون اصدر بامر سامي اعفاء في موضوع المساجين. الجزء الثاني اللي الاخوه استفضلت فيه كتاب استرحام وهذا اللي تكلمت عليه. حتى احنا يا ابو علي لا تعتقد ان احنا نخاف ولا لا تعال دش احنا ما نقطع خط على احد وتعال دش لي بالمداخلات كلها. احنا ما عمرنا قطعنا خط على احد ولكن شخصي دش مو من اختصاص الاعلام شلون خلينا نتكلم ما يصير. والموضوع موضوع ما له علاقه حتى مجلس الوزراء. يعني انت تبي تناشدني على شيء ما يصير يا استماع شيء بالقانون خلاص محكمه مختصه انا ما لي علاقه. نفس الاخت اللي امس قالت والله كتاب استرحام يلا كتاب عندها ياها. انا وصلت ختام ولكن بوجه رساله يا اخوان انا اتمنى بس يعني نتعلم جزء مهم والله العظيم ليس دفاعا. انا قاعد توصلني مسجات على السناب ولا على الانستغرام اقسم بالله العظيم قسما بالله من دول كثيره برا والله يا جماعه ان الوضع اللي احنا فيه بالكويت اقسم بالله ان العالم تتمناه امنيه. فارجوكم ثم ارجوكم لازم شويه تحس ان انت عايش بخير ونعمه يا جماعه. لا نوقف على كل نقطه صارت. انا ما اقصد اشخاص معينين ولا اقصد ولكن احنا اليوم كل شيء سوينا
في البلد، متطوعين موجودين، كل الوزارات على قدم وساق قاعد تشتغل، الجمعيات قاعد تشتغل، التموين قاعد يشتغل، الخير قاعد يتوزع، الأمور محتاجين صبر، محتاجين شوية ناس ترجع بينها وبين ذاتها تقول يا جماعة احنا في بلاء، احنا في بلاء، احنا في العشر الأواخر من رمضان يا جماعة، الآن وقت الدعاء، الآن وقت الصلاة، الآن وقت القرآن، الآن وقت الرحمة. للأسف يا أخي تنقهر لما تجيب تشوف بعض الفيديوهات تقهرك. احنا في بلد مثل الكويت والله بالله اقسم بالله وعيدا المرة المليون، اذا اليوم تبوس ايدك ويظهر شوية، اذا تسجد حق ربك انك انت بالكويت شوية، اذا تحمد ربك ليل ونهار انك كويتي شوية، والله مو مجاملة. بلد مثل الكويت اللي قاعد تسويه والله ما سوته دول، والله والله وانا بالعشر الاواخر ما سوته دول يا جماعة. امكانيات قسما بالله هيئة اللي اكو اللي ماكو مع حجم القصور اللي موجود، شنو هذا جماعة؟ البعض منا مو قادر يحمد ربه، البعض مو عاجبه، البعض ما يبي. قسما بالله انا يكلموني عيالنا والله العظيم بالسفارات برا يقول والله يا ابو حيدر امنيه، امنيه نرجع الكويت عند اهلنا، امنيه، وهم باعظم دول قاعدين. جماعه بلد امن وامان، بلد ترفع السماعه جمعيتي لباب بيتك، ترفع السماعه التليفوني اللي عندك، ترفع السماعه الوزير دش وياك مداخله، شنو وبهذا الوضع وبهذا الامر اني نزعل على موضوع صغير ولا شغلة صغيرة ما صارت ولا الجمعية الفلانية ما سوت هالموضوع ولا هذا الرقم ولا جماعة؟ قسما بالله اقسم بالله وانا وياكم ولين قسما بالله لاخر يوم هذا البرنامج وياكم وقسم بس تكفون. انا كل اللي قاعد اقول لكم يا ارجوكم ارجوكم حمدوا ربكم، خلكم هذه كورونا خلت علمنا شوية، خلت نزلنا من اللي احنا فينا. اكو بعض الناس قاعدة في برج عاجي لازم يتعلم، لازم يعرف ان الله سبحانه وتعالى بلحظة بشيء مو ما تشوفه بعينك، كورونا ما حد يدري منه هو، انزل انزل من برجك العاجي شوية، هذا انزل تعامل مع الناس بالسواسية، تعلموا ان شوية تكون في رحمة، تعلموا ان شوية هذه الاجارات اللي العالم كسرت ظهورها ولا واحد راضي ينزل من 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 هالناس هذه كلها، تعلموا ان في بعض الناس جيرانكم ما تسألون عنهم ما تروحون لهم ولا تقول لهم. هذا اللي اليوم مطلوب فيكم، الجزء الأخير اللي بوصلكم إياه، هذا البلد هذه الدولة اللي ربت وسوت والله العظيم. وأنا أقول كلمة وأختم فيها، أنت اليوم من طلعت من بطن أمك إلى اليوم هاي الدولة تصرف عليك، من الولد بالمستشفيات 50 دينار، حليبك بالتموين، بدأ التعليم المجاني، وليه وصلت الجامعة، ليه وصلت، ليه كبرت، ليه صرت في أزمة؟ قصدك طوفوه، أقصاد الثانية طوفوها، الأمور الثانية طوفوها، قسما بالله كثر ما تسوي الحمد لله شوية. بس أنا ما أبي شيء، أبي بس الآباء هذا علمنا أن الناس كلها سواسية، وعلمنا أن الكويت بلد لا يمكن تقارنه في بلد ثاني ولا تحطه في صف بلد ثاني. وتعرف أن الكويت اللي سوته أنا قلتها من قبل وارجع أقولها بعد 40 سنة، ما حد راح ينسى فضل الكويت عليه، لا كويتي ولا مقيم، في والله.